عليكم، شلونكم عيني؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. واليوم اجينا على نبتة جديدة، هي نوع من انواع الدراسينة. الحمد لله عندي تقريبا 4 أو 5 انواع من الدراسينة، هذا نوع واحد من عندهم، وعندي بعد الكمبكتة ان شاء الله اشوف لكم اياها. هي دراسينة من النباتات اللي تحتاج اضاءة قوية، ممكن شمس مباشرة كم ساعة او شمس مغربلة كل النهار، وهذا يعتبر هذا النوع بالذات يتحمل الظروف، يعني ساعات اطول، يعني هذا اقوى واحد يعتبر، ياخذ ساعات اطول من الشمس، من ساعات الشمس. هنا دا اشوف عندنا، يعني احنا توصل عندنا درجات الحرارة تقريبا 44-46 مثلا بالصيف. هذه تتحمل اكثر البيوت زارعيها خارج البيت او الدوائر او باللاينات وين ما تكون مزروعة، والحمد لله يعني امورها طيبة. بس اللي شيء اللي يأثر عليها هو نقص العناصر، مثلا هذه يا اما نقص العناصر او تتعرض الى درجات حرارة عالية او منخفضة، تصير هذه الاطراف بها تبس اطرافها. هي مثل ما قلت من الانواع اللي تتحمل الظروف. شوف ما شاء الله جمالها، ما تتعرض الى شمس. يعني حاليا احنا فترة الشتاء والجو بارد، بعض المرات تصل درجات الحرارة الى 0 مئوي او تحت 0.3 أو 4، وباقي الايام عادية مثل 4 أو 5. من توصل درجات الحرارة اقل من 0 مئوي المفروض تتغطى. قبل كم يوم كانت عندنا درجات الحرارة كثير منخفضة، 4 تحت الصفر، فالحمد لله تأثرت شيء بسيط يعني مو كثير. فقلت من الأشياء اللي هي تتعرض إلها يا أما نقص عناصر أو بسبب درجات الحرارة، سواء انخفاض أو ارتفاع. هي الحمد لله أمورها طيبة، بس بسبب البرد مثل ما قلت هي تأثرت. طريقة الإكثار حالها حال أي وحدة من الدرانسينا، سواء بالتجذير أو بالزراعة المباشرة. عندي هذه ممكن أني أقطعها، عندي غصنين بيها، ممكن أقطعهم اثنيناتهم او اجذرها او ازرع مباشره، بس انا راح اسوي وحده من عندهم غصن، لان هي غصنين، اشيل غصن من عندها واتعامل معه انكاثر. اشوفكم طريقه الاكثار، وان شاء الله بعد ما تصير الامور طيبه اقدر اقص الطرف الثاني واشوف لكم اياها. يعني مثل ما تعرفون كل مره مثل شنو اشياء تصير عندي تطورات اشوف لكم اياها. هنا هي بصراحه تحتاج يعني التربه مالتها قليله، راح اضيف لها نوع كميه من التربه، ومن راح اكاثر بهذه السندانه. اهم شيء تكون سندانه تكون مثقبه. اللي راح اكاثرهم اخليهم داخل البيت، اللي اشتغل بيها خلي سواء عملت تكاثر اخليهم داخل البيت، لان الجو هسه شتاء وبارد، فلحد ما تصير امورها طيبه ويتغير الجو ان شاء الله اطلعها برا. اول شيء قبل ما نشتغل باي شيء نضيف لها شويه تربه، لان هي تحتاج تربه. اهم شيء مثل ما قلت السندانة المفروض تكون مرتبة حتى تصرف الماء الزائد. واو هذا التربة بسبب المطر طيب بيها مي. هذه شوفوا هذه الاوراق ما راح اشيلها، راح اضيف فوقها. هنا عندنا بامريكا من يقصون الاشجار او الحدائق، فيستخدمون الاوراق الاشجار اشياء الاغصان المقطعيها يضيفوها من ضمن السماد اللي يستخدمونه للزراعه، للنباتات الخارجيه سواء الداخليه او تزيين اللاينات يسمون الموج. فاني ما راح اذب هذا الورق، راح اضيف فوقها تربه، لان هي تربتها قليله، راح اضيف لها تربه فوق هاي التربه، الاوراق التربه القديمه مالتها. في حالة أنا ما راح أسقيها يعني، لأن ضفت تربة جديدة ومرطبة يعني مبللة، وعند الزراعة بدون ما تضيفون تربة ممكن تسوون سقي بخاخ يكون. ضفنا تربة جديدة على جنب، بس خلينا نشوف شلون راح نقص احنا. راح اقص هذا الغصن الاكبر الكبير، خلي هذا وقص هذا، مين اقص قصة من هاي المسافة حتى هنا. أنا هذا هي زين، ليش مايلة على هاي الجهة؟ سبحان الله، هي تميل حسب درجات حسب الضوء اللي يسوي تميل عليه، مين تكون الضوء تميل على اتجاه الضوء.
لان هي من النباتات المحبة للاضاءة القوية. فانقص هذا المكان منه من هذا المسافة حتى اريدها تطلع نبتة جديدة وتكون عدلة. قصيناها هسه. هذا مكان القص راح يطلع ان شاء الله 2 أو 3 أو 4 مثل اللي شفت لكم اياها قبل بالفيديو السابق. من قطعت 3 أغصان طلع عندي 12 او 13 فرع جديد. هسه هذه عندنا الفرع اللي قصيناه. نقطع نشيل الاوراق، الكمية الاكبر من الاوراق نشيلها. هذا الشيء تتفسخ يعني. بعد ما زلت الاوراق هذا الغصن اللي صار عندي، هذا الغصن راح اقطع من عنده اكثر من قطعة، حتى يعني قطعت الاجزاء الاوراق شلت من عندها حتى اعطي مجال للجذور تطلع بسرعة. بعد شنو اذا اريد اقطعها ازيل شوية من هذا الغلاف القشرة او اللحاء، هذا لازم اشيله بالسكينة او بالمقص حتى اسوي استخدم هرمون التجذير. قبل ما استخدم هرمون التجذير وازرع هذه، بما انه راح احطها داخل البيت يعني الجو بارد واريد اكاثرها راح اخليها داخل البيت، خليها في مكان عالي الاضاءة. هذه استخدمنا لها التربة اللي تكون للنباتات الخارجية. هذه اذا استخدمناها للنباتات الداخلية المفروض هاي التربة تتعرض الى شمس مباشرة. اذا استخدمنا للنباتات الداخلية بمرور الوقت راح تصير بحشرات مثل الذباب الناعم العفو، وظلت الطائر مزعجة كثير بالصنادين على النباتات او داخل البيت. بينما راح استخدم هذه التربة، انا راح اخليها من داخل البيت حتى اتلافى هذه المشكلة، استخدم هذه. هاي التربة تكون للنباتات الداخلية. ومثل ما ذكرت هاي السندالة تكون مثقبة من الاسفل، واحط تحتها صحن حتى ما تنزل المي داخل البيت. خلينا نعبيها التربة. شيء من اقطاع المفروض اعرف الاتجاه. يعني هسه راح احسبكم شو كم واحدة، لكم الاختيار. تلقوا مثلا هذه المسافة أو مسافة صغيرة حسب أنتم ما تريدون. اللي راح استخدمه أول شيء راح أقص هنا هذه، حتى هذه اللي راح أخليها داخل البيت هي يعني الأم يعني. طبعا وباستخدام هرمون التجذير قصيت هذه اللي راح أخليها هنا بالوسط، والباقيات أقطعهم حسب الحجم اللي أريده، بس المهم تكون بها عقدة من هذين العقد حتى بيها مجال تطلع نبتات جديدة. بعد ما زلت شلت جزء من الغلاف هذا، شنو اللي اسوي؟ عندي التربة ايضا هذا الاجزاء سويتها، بس اهم شيء تعرفون الاتجاه يعني اتجاهنا. اغمسها هنا شوية بالمي، استخدم هرمون التجذير. خلي اشوفكم هرمون التجذير. هذا هرمون التجذير كيك روت، هذا اللي يعني يساعد الجذور تطلع بسرعة. نعمل الثقب وأغرس هنا. هذه راح أخليها مثل ما قلت داخل البيت. نفس الشيء بالنسبة للأغصان، خليها بالمي شوية، غمسها بالمي، هرمون التجذير، نغرسها هنا. خلي جزء من عدها يعني نص من عدها ادخلت بالتربة ونص الثاني ابقي خارج التربة. هذا الجزء ما راح اخليه بنفس الوضعية، راح اشيل كل اللحاء هذا الموجود. شلت الغلاف هذا منه، خليه بالمي شوية وراح اخلي له هرمون التجذير. هذا الجزء راح اخليه بالعرض، يعني ما اخليه عمودي، خليه افقي، خليه بهذا الشكل. غطي اجزاء من عنده حتى تطلع النبتات ايضا بالعرض منها. يعني سوينا الغصن كامل، قطعت الاجزاء اللي خليتها عموديه واللي خليتها افقيه. هسه طريقه السقي، نسقيها بهذا الشكل. اول مره بخاخ، هذا اول اسبوع بخاخ مي. فلما تجي السقي الثاني بعد اسبوع اسقيها سقي كامل. يعني هسه بس نرطب التربه بالبخاخ مال مي.
هذه راح اخليها داخل البيت ما اخليها خارج البيت. هذه بينما سندانة الام راح تظل هي اوكي لان هي خارج البيت اساسا حطتها، بينما هذه اللي هي زراعة جديدة راح اخليها داخل البيت في مكان عالي الاضاءة، السقي عند جفاف التربة، يعني شوف جافة التربة يعني تماما من الاعلى يلا اسقيها. من الامراض اللي هي تتعرض لها كثرة السقي وقلة الاضاءة، هاي اكثر الشيء الامراض اللي تصاب بالكارديون او الدراسينا. هذا النوع هو من انواع من اقوى الانواع تقريبا من الدراسينا. هذا عندي دراسينا الذرة، الكمبكتة الشريطية، الشوكليت، شوكليت كوين، هذا النوع كثرنا وإن شاء الله أي نتائج تصير عندي أشوف لكم إياها. بقت لنا غير واحدة إن شاء الله أشوف لكم إياها وكيف الطريقة مالتها. هذه بعد نفس الشيء نفس الطريقة وإن شاء الله أشوف لكم إياها. لهنا وصلنا على نهاية الفيديو. الدراسينا من النباتات المحبة للإضاءة القوية، كم ساعة شمس مباشرة، ممكن الشمس مغربلة كل النهار، السقيع جفاف التربة يعني أكثر من 50 أو 60% من جفاف التربة، فحص التربة يلا بعدها أسقيها لأن هي من الأمراض اللي يصيبها كثرة السقي وقلة الإضاءة. أشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.